كان في أنظمة أوروبا إن الميراث كله يروح للابن الكبير والباقي ملوش حاجة، فتكونت إقطاعيات وترتب على الإقطاعيات طغيان وفقر الناحية التانية، واخد بالك؟ بالظبط. وابتدت الطبقية، قضية الطبقية جاية من نظام الميراث. عندنا في الإسلام ما حصلش طبقية، ما حصلش الإقطاع بالمفهوم الأوروبي. المفهوم الأوروبي وصل إلى أن المالك يملك الأرض ومن عليها، ومن عليها يعني هو يملك قن الأرض. قن الأرض يعني عبيد الأرض، فهو يملك الأرض ويملك اللي عليها كمان. ليه؟ مش لاقين يأكلوا، وأصبحوا في عالم الأشياء، فسيطر عليهم وكلهم وبلقمتهم دي استعبدهم. أما عندنا في الإسلام لا، ما كانش كده. ده احنا الناس اللي هم جم واشتريناهم من أوروبا وبتاع مش عارف ايه، بقوا الحكام بتوعتنا، بقوا اللي هم المماليك. وبنوا دولة. ليس هناك نظام في العالم، في التاريخ، جعل العبيد إذا ان هو كان ولد كفاءة واستطاع ان هو يتدرب صح ويعمل صح ويدافع صح وكذا الى اخره ويتعلم، وانه يصيره حاكم. ليس هذا هذه العداله لا وجود لها في العالم والى الان. فاذا نظام الميراث من اعجازه انه يفتت الملكيات بطريقه دقيقه، وانه يتسق مع نظم اخرى من الزواج ومن النفقات ومن الديات ومن كذا الى اخره، ومن صله الرحم يعني حتى انا النهارده لما واحد بيعمل حادثه بالسياره، خطا قتل، خطا عليه ديه، الديه دي في عمه واخوات الذكور بتوع العيال، العصبه بتاعته هيجمعوا له يعني. ما حدش مش هياخد من اخته يعني، ما حدش بيجمع. يبقى اذا انا هنا عندي خلل. الخلل ده ناتج من ذوبان مفهوم الاسره والعائله، اللي عظموا الدين واللي قال لنا اهتموا به اهتمام بليغ. لكن النظام، الف استاذنا الدكتور رفعت العوضي الاعجاز ميراث، اعجاز نظام الميراث، كتاب مطبوع، شيء بديع، وانت بتقراه وانت بتشوف ان ازاي النظام ده انه لو خرجت منه هيترتب عليه تداعيات سيئة. فانا بندعو الناس الى التطبيق مش الى عدم التطبيق للكل، وبعدين كل واحد يمشي بدماغه.